مشاهدينا الكرام أهلا بكم، والآن بدون إطالة مشاهدينا الكرام نربط الاتصال بملعب جابوما بدولة الكاميرونية رفقة الزميل محمد قريشي موفد قناة النهر إلى الكاميرون لتغطية آخر الأخبار قبل أقل من 3 ساعات عن بداية مباراة المنتخب الجزائري أمام غينيا الاستوائية. محمد أهلا بك مجددا، وكيف هي الأجواء قبل أقل من 3 ساعات عن انطلاق المباراة؟ ردين تحية مجددة لك ولمشاهدينا. بالفعل 3 ساعات قبل صافرة الحكم والإعلان عن الانطلاق الرسمي للمباراة الثانية للمنتخب الوطني هنا في ملعب جابوما، مباراة غينيا الإستوائية التي سيخوضها المنتخب بشعار الفوز لا غير، أكيد خاصة بعد تعثر والتعادل أمام منتخب سيراليون في المباراة الأولى. عموما الأجواء هنا داخل الميدان هي سخنة، حرارة كبيرة، تنافس كبير بين المنتخبين كوت ديفوار وسيراليون. المباراة تجرى الآن، انطلقت بحدود الساعة 5 حوالي 17 دقيقة لعب من اللعب. نحن الآن خارج الملعب أمام الإعلامي بلال برقية حتى ربما تكون لنا دردشة حول المباراة. بلال، وقت قصير تنطلق المباراة، أنت كإعلامي كيف تشوف هذه المواجهة؟ السلام عليكم. بون، المباراة ما شاء تكون سهلة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، في نفس الوقت ما شاء تكون مستحيل الفوز على منتخب غينيا الاستوائية. منتخب غينيا الاستوائية كما شاهد الجميع وبشهادة حتى الناخب الوطني جمال بالماضي في المباراة الفارطة من منتخب كوت ديفوار، أدى مباراة جيدة مقبولة على كل المستويات رغم انهزامه بهدف مقابل صفر أمام أحد عمالقة القارة وأمام أحد المرشحين في كل دورة اللي هو منتخب كوت ديفوار. منتخب يلعب كرة مليح. على المنتخب الوطني الآن المباراة، المنتخب مجبر على الفوز في هذه المباراة، يمتلك نقطة في رصيده. إن قلنا تعثر بين قوسين في المباراة الأولى من منتخب سيراليون هو مجبر على الفوز. إن تحدثنا كذلك عن منتخب غينيا الاستوائية، ما حش يكون نفس المباراة بالنسبة لغينيا الاستوائية تلك التي لعبها أمام كوت ديفوار أمام الجزائر. هو مجبر على فتح اللعب، على فتح المساحات، لأنه يمتلك 0 نقطة في رصيده. إن هزم في المباراة الأولى سيصطدم أمام منتخب قوي حامل لقب كأس أمم إفريقيا. أتوقع أن تكون مباراة جميلة من الطرفين، سواء من منتخب الجزائري وحتى من منتخب غينيا. راح تكون مباراة مفتوحة، ما جعلنا أمام ربما فرص كثيرة نتمنى أن تكون من جانب المنتخب الجزائري. فيما يخص تشكيلة عودة القطعة الرهيبة إسماعيل بن ناصر، هل تتوقع أن تكون تشكيلة مغايرة إقحام بن ناصر في البداية؟ كيف تصور تشكيلة؟ نتوقع إقحام إسماعيل بن ناصر منذ البداية. لماذا؟ لأنه الخلل كان واضح للعيان في المباراة الأولى، بالقبلة كان وحده في وسط الميدان، عانى الأمرين. المباراة لعبت في حدود الساعة الثانية تحت حرارة عالية. أعتقد أنه العودة تاع بن ناصر ستكون في مباراة اليوم. عدا هذا أعتقد سنشاهد محرز، سنشاهد بليلي، سنشاهد صوفيان فيغولي، ماندي. هذه الأسماء من المستحيل أنه ما نشوفوهاش فوق أرضية الميدان اليوم، لكن التعزيز أتوقع أن يكون في وسط الميدان، لأنه حتى بالماضي لو تتذكر محمد في الندوة الصحفية الأولى بعد مباراة سيراليون قال أنا أتحمل مسؤولية خياراتي، كان يتحدث على وسط الميدان وعلى الاستراتيجية اللي لعب بها المباراة الأولى. عودة بن ناصر حتكون مفيدة إن شاء الله للمنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة. آخر سؤال بي على بالك، أنت متوجه حتى تعلق على المباراة أكيد، خاصة فيما يخص دور في الحنول. الآن رأي الساعة 5 قريب 5:30، أجواء ومناخ مغاير على اللي لعبنا فيها عزو جا شوبرو داري يحلى طيفة. فوالا، أنا وياك لهنا ما نكذبوش عليهم بارابور على البرومي ماتش. المباراة الأولى على الساعة الثانية زوال كانت 33-34 درجة رطوبة عالية. اليوم ما حسيناش بتلك الحرارة، ولو أنه فيه حرارة شوية لكن ما حسيناش مع تقدم الوقت. يعني المباراة تبدأ في حدود الساعة 8 ليلا، أعتقد أنه يكون الكليمة المناسب بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة. حين نتفادوا المشاكل تاع المباراة الأولى فيما يتعلق بالغيابات، فيما يتعلق كذلك بالحرارة والرطوبة في هذه المباراة، لإن شاء الله تكون الانطلاقة تاع الدفاع عن التاج القريب بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله. شكرا بلا خليك تروح، مرسي. شكرا أبو صحيح. النقطة الوحيدة التي تسجل في هذه المباراة هي ربما أرضية الميدان التي ستكون متعبة منهكة، خاصة بعد 90 دقيقة من اللعب بين
منتخب الكوت ديفوار ومنتخب سيراليون. لذلك ما عدا ذلك الأجواء هنا أجواء جميلة جدا في انتظار وصول حافلة المنتخب الوطني التي ستنطلق من فندق أونومو بحدود الساعة 6:30 نصف ساعة، وتكون على أقصى تقدير ستكون حافلة المنتخب هنا أمام هذا المدخل في ملعب جوبومو. الظروف المناخية مغايرة تماما عن المباراة الأولى، أجواء لطيفة جدا، نتمنى أن تنخفض درجة الحرارة أكثر بحدود الساعة 8:00 ووصول أنصار الذين قرروا وكانت لهم التفاتة بأن يرافقوا حافلة المنتخب الوطني بأهزيجهم بأعلامهم بحناجرهم إلى غاية ملعب جابوما، ويدخل الجميع من باب واحد حتى ربما نؤكد حضورنا كأبطال إفريقيا وأبطال العرب، ونحن المنتخب الأفضل بحول الله لنحقق الفوز ونفك شفرة الفوز في هذه المنافسة. بدر الدين، أكيد محمد، ربما الأمر الأهم في هذا اليوم هو كما قلت درجة الحرارة وأيضا أرضية الملعب. محمد، كما نشاهد في الصور نرى هنالك بعض الرياح الخفيفة، أليس كذلك محمد؟ لا بالفعل، هو جو لطيف جدا مقارنة بالأيام الفارطة، أكيد درجة حرارة أقل، رياح لطيفة جدا منعشة. خليني أقول لك بدر الدين، النقطة الوحيدة هي نسبة الرطوبة، معروف أنها نسبة الرطوبة عالية جدا في معظم أيام السنة، لذلك ما عدا ربما أرضية الميدان التي ستكون متعبة نوعا ما، هذا أمر طبيعي جدا بعد مباراة نصف ساعة بين المباراتين، وهذا أمر غريب جدا كذلك. تتصور معي أين متى ستنطلق التسخينات، كيف سيدخل المنتخب الوطني بوجود مباراة قبله، ولذلك الجانب التنظيمي نوعا ما غريب جدا، نصف ساعة فقط بين مباراتين، حتى عمال الصيانة ليس بحوزتهم الوقت الكافي ربما لتعطيل الأماكن التي سجلت ربما بعد التضرر من 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 المباراة الأولى. عموما نتمنى أن تكون أرضية الميدان في مستوى التطلعات حسب ما أكده القائمون هنا على ملعب جابوما، حتى تسمح لتشكيلة المنتخب الوطني بأن تطبق كرة جميلة كالمعتاد والهجمات السريعة والكرات القصيرة، خاصة أمام منتخب غينيا الإسيوية الذي يملك فرديات جميلة جدا، طريقة لعب جميلة جدا، الاستحواذ، تمريرات قصيرة. مباراة عموما ستكون مفتوحة من الجانبين، كون منتخب غينيا الإسيوية يبحث هو الآخر عن أول فوز له في المنافسة بعد انهزامه في الخرجة الأولى أمام منتخب كوت ديفوار. المنتخب الجزائري يدخل المواجهة أكيد بصفته بطل إفريقيا بشعار الفوز لا غير، وحصد 3 نقاط مهمة جدا في هذا الدور الأول بعد نقطة وحيدة أمام سيراليون. عموما أجواء جميلة، نتمنى أن يكون المنتخب الوطني عند التوقعات والتمنيات كل الجزائريين بالفعل. محمد، تكلمت حول نقطة مهمة وهي أرضية الميدان، تكلمت أيضا عن سعي الكاميرونيين لصيانتها بين مباراة المنتخب الإيفواري أمام سيراليوني وبين مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا الإستوائية. صراحة محمد، وأنت الحاضر بالكاميرون منذ حوالي 10 أيام، هل يملك الكاميرونيين الإمكانيات اللازمة لصيانة ملعب سيحتضن مباراتين كبيرتين الفارق الزمني بينهما أقل من ساعة؟ الأمر لا أعتقد أنه يتعلق بالإمكانيات، لأن الفترة الزمنية بين المباراتين هو وقت قصير جدا، نصف ساعة قد تحتاج إلى 1000 عامل حتى ربما يصلح ما تم إتلافه في المباراة التي سبقت مباراة المنتخب الجزائري. لذلك الأمر ليس هو إمكانيات موجودة، صرح وملعب جميل جدا بملاحقه، أين أماكن التدرب، يعني حتى غرف تغيير الملابس عفوا، هناك أكثر من غرفة غرفتين، حتى حوالي 6 غرف ملابس خاصة، يعني ماشي يكون إشكال في غرف الملابس، الإشكال الوحيد سيكون في أرضية الميدان. نتمنى فعلا أن تكون في المستوى، أن يتم تجهيزها في الوقت المناسب قبل انطلاق مواجهة المنتخب الجزائري أمام غينيا الإستوائية. تفاؤل كبير جدا من أنصار المتواجدون هنا بدول الكاميرونية، الكل مؤمن إلى حد بعيد بأن المنتخب الجزائري سيظفر بالفوز الأول في المنافسة وأن يتجاوز عقبة غينيا الإستوائية، هذا ما نتمناه أكيد. بدر محمد قريشي، موفد قناة النهار إلى دولة الكاميرونية، كنت متواجدا معنا من أمام ملعب جابوما بدولة الكاميرونية، شكرا جزيلا لك.